بعض علماء المغرب أوعز إلى الملكي، قال والله هذا الرجل ليس عالما، هذا مجرد ناقل كلام فقط، ليس عالما، ليش هذه الحظوة؟ فأراد الملك أن يمتحنه، حدد له ليلة إلقاء محاضرته موضوع أعده. لما صعد المنبر قال بسم الله الرحمن الرحيم، استوقفه الملك، كان فقيها وعالما وذكيا وجاهلا، وأنا زرته هذا الرجل قبل أن تتكلم يجيبك عما ستقول، عجيب عجيب جدا، المعي يقرأ في عقول الناس مخا. فقالوا يا فضيلة الشيخ، حصل بيني وبين السادة العلماء خلاف في مسألة، وجاب له مسألة من خفايا علم الأصول، مسألة منسية لا يعرفها الراسخون في العلم، فما هو القول السديد فيها؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يتوقف إلا بعد ساعتين اثنتين، بعد أن قرر المسألة بأصولها وفروعها وتفاريعها وردود العلماء فيها، وأحال على الكتب التي نقلتها بشكل كأنه يقرأ في كتاب، فكانت ردة الفعل أن وقف الملك شخصيا وقبله من رأسه محمد الفضل بن عاشور. هذا محمد الفضل بن عاشور.